أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل بنستكمل حوارنا في هذا اليوم المفتوح في جمعة تقرير المصير والتمسك والدعوات لتوحيد الصفوف في ميدان التحرير، بل دعوة لتوحيد الصفوف على مستوى الفئات، كل الفئات المصرية، من أجل أن تتحد، من أجل أن تتوحد للمصلحة العليا، لا من أجل مصلحة حزب، لا من أجل مصلحة شخص، لا من أجل مصلحة فئات، ولكن الكل يتحد من أجل استقرار وأمن وأمان البلد، من أجل تسليم السلطة في معادها، من أجل وضع دستور، من أجل أشياء عديدة، ومع المطلب من المطالب اللي هي مرفوعة في ميدان التحرير، ألا وهي هيكلة الداخلية. طبعا ده مطلب مهم جدا جاء ضمن المطالب المرفوعة النهاردة في ميدان التحرير، وإحنا هنتفق على أن المبدأ الأهم أن لما تبقى في مجموعة مطالب فرعية أو هامشية هي بالتالي بتصب في المطلب العام، المطلب الأساسي اللي هو إيه؟ استكمال أهداف الثورة، إعادة هيكلة الداخلية وإعلان خطة للقضاء على الفوضى. لأن طبعا عندما يسقط القانون تسقط الدولة، وهذا أخطر ما يكون في سقوط القانون. فكرة أن احنا نعتمد على الحلول العرفية وشريعة الغاب وأن احنا ننحل الجنوب أن القانون جانبا، هذا لا يليق بدولة مثل مصر صارت ضد نظام فاسد وأسقطته، وبالتالي لابد أن نحترم هذا القانون، نحترم القوانين. احنا يعني في بعض الاتصالات احنا ما بنزايدش على حد ولا حد زايد علينا. أنا تعرضت للسجن سنة عندما واجهت الوزير محمد إبراهيم سليمان في يعني عايز أقول هو في عز مكان في سطوته وجبروته ومحتمي بنظام مبارك. الأخ إسلام أعتقد أنه اعتقل أكثر من مرة، لأن كان ليه برضو نضال سياسي ضمن جماعة الإخوان المسلمين. فالمسألة إحنا الحمد لله يعني إحنا مصريين بنحب بلدنا، بنحب وطننا. لما نزلنا ميدان التحرير ما نزلناش عشان خاطر نتفرج ولا نشوف اللي بيحصل، لا، عشان عندنا هدف إن إحنا نعيش حياة أفضل ونمارس ديمقراطية ونمارس سياسة بشكل محترم يحترم كل الأطياف وكل الفئات في المجتمع. فكرة إعادة هيكلة الداخلية ده مطلب رئيسي ومهم بعد الانفلات الأمن المتعمد الحادث في المجتمع منذ أحداث محمد محمود واحد ثم محمد محمود اثنين وأحداث مزبير وأحداث مجلس الوزراء وآخرها كارثة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 شخص. الفكرة إن في بعض القيادات داخل وزارة الداخلية هناك مطالب إبعاد هذه القيادات الذين كانوا محسوبين أو الذين هم من المحسوبين على الحبيب العدلي الوزير المسجون الآن في سجن طرقة ضمن قضايا الفساد وقضايا قتل الثوار، وإعلان خطة للقضاء على الفوضى، لأن الفوضى النهاردة بتضرب الشارع المصري، في عمليات خطف مسلح، في عمليات سطو على بعض الأماكن، في عصابات منظمة بترتكب جرائم منظمة. فكرة إن الانتشار الأسلحة بشكل رهيب في الشارع المصري نتيجة للتهريب سواء بقى من مرسى مطروح من السلوم أو من ليبيا أو من سيناء، نعم. كل هذه المطالب هي تأتي في إطار إعادة هيكلة الشرطة وإعلان خطة زمنية للقضاء على الفوضى، لأن احنا داخلين في مرحلة انتخابات رئاسية، ربما الأسلحة اللي موجودة في الشارع تتسبب في إحداث حالة من الفوضى العارمة، ربما إذا اعترض أحد المرشحين في الرئاسة على النتيجة وخرج أنصاره إلى الشوارع ونحن نعلم كمية الأسلحة الموجودة ربما تحدث كارثة. كل هذه الأشياء هي من المطالب الأساسية اليوم في ميدان التحرير. جميل. في خبر منتشر الآن، أول إنجاز للمليونية، شفيق بيلغي لقاء تلفزيونيا ويؤجل مؤتمر بكفر الشيخ. في أول رد فعل مليونية تحديد المصير وإنقاذ الثورة، قرر الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة إلغاء لقائه على قناة روتانا مصرية من خلال برنامج نازبوك، وفوجئ معد برنامج نازبوك باعتذار من أعضاء حملة الفريق أحمد شفيق من الظهور في البرنامج اللي كان مقرر إذاعته غدا السبت، وقد سيطرت مشاعر سلبية على أعضاء الحملة الانتخابية للفريق شفيق، خاصة بعد تصاعد حدد الدعوات التي انطلقت من ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر، والتي تطالب بتنفيذ قانون العزل السياسي اللي أقره مجلس الشعب مؤخرا. وكان أحمد شفيق قد قرر تأجيل زيارته المقررة لها اليوم الجمعة لمركز متوبس بكفر الشيخ. تعليق حضرتك أستاذ إسلام. يعني أنا عايز أقول إن شفيق أو غيره من رموز النظام السابق، ترشحهم مجرد ترشحهم في الانتخابات ده أنا بعتبره يعني عور في جسد الثورة المصرية، لم تكتمل الثورة المصرية ولم تفعل ما هو مطلوب منها
على وجه التحديد، لأن رموز النظام السابق معناها أن احنا ما زلنا في نفس العصر، ما زلنا نفكر بنفس العقلية، ما زلنا نتحرك بنفس الأدوات وبنفس الآليات. فأنا أعتقد أن هذه المليونية تحديدا يعني ستكون مليونية فاصلة في على الأقل توجهاتهم، وزي ما حضرتك قلت في الخبر يعني هي بتبعث برسائل سلبية للمناصرين لهم في أنهم قلة وأنهم يعني يتعدون على حق الشعب المصري في تقرير مصيره. لكن من أهم المطالب اللي أنا عايز أكد عليها أستاذ ملهم فعلا عدم وضع دستور تحت قيادة العسكر، لأن إحنا عندنا تجربة يعني تجربة داخلية وتجربة خارجية. تجربة داخلية على الأقل التعديلات الدستورية الأخيرة والعار الذي نجني ثماره الآن، وهو المادة 28 وغيرها، والمادة 21 والمادة 60 وكل هذه المواد الملتبسة اللي يعني في بعض الأوقات بترسخ للديكتاتورية، وفي بعض الأوقات بتجعل الأوضاع ملتبسة غير مفهومة زي المادة 60. فوضع دستور تحت حكم العسكر معناه ردة إلى الوراء، معناه أن الثورة أننا سنحتاج إلى 30 وربما 40 عام آخرين أو 50 عام أو 60 عام من أجل الخروج من هذه العباءة. وأمامنا تجربة تركيا. تركيا حينما مكن للعسكر فيها يعني جاهد الديمقراطيون فيها، بلاش نقول الإسلاميون عشان الكلمة دي بتغضب البعض، جاء يعني هناك أصحاب نضال كثير في تركيا غير الأحزاب الإسلامية، وعلى رأس هؤلاء طبعا في نجم الدين أربكان وغيره، وخرج من عباءته أردوغان وعبد الله جول وهذه المجموعة، جاهدوا جهادا مريرا من أجل أن تعود تركيا إلى المسار الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه، وهو أن يكون العسكر مجرد مفردة من مفردات الدولة، لا يكون هما يعني لا يكون العسكر ابدا هما مركز الميزان في الدوله وحولهم تدور الدوله بكل اجهزتها. الدستور التركي كان فيه هذا العور، وتم يعني جهاد كبير اخذ سنوات من حزب الرفاه ومن نجم الدين اربكان ومن بعده اردوغان الى الان. فاحنا لا نريد ان نكرر هذه التجربه، نبدا من حيث انتهى الاخرون، المجلس العسكري والجيش على راس المصريين جميعا، وكلنا يعترف بانهم كانوا يعني كانوا جزءا او مساهما وعاملا اساسيا في نجاح هذه الثوره، نعترف بهذا، لكن عليهم ان يعودوا سريعا، عليهم ان لا يكون لهم اي وضعيه خاصه مطلقا لا من قريب ولا من بعيد داخل الدستور المصري، لأن أي وضعية ستؤثر بالسلب على حياة المصريين الديمقراطية مدة 50 أو 60 عام، وسنحتاج إلى نضال مرير من أجل إعادتها مرة أخرى إلى ما ينبغي أن يكون عليه الوضع في مصر. فعدم وضع دستور تحت حكم العسكر هذا أمر يجب أن يكون على رأس المطالب التي يناضل من أجلها الشعب المصري. ليس هذا مطلقاً تخوين او ليس هذا تقليل من شأنهم، زي ما قلنا هم يعني لهم مكانتهم، لكن هم يعني جزء من الدوله. جميل. وليسوا محور الدوله. في خبر موجود الان، ابو الفتوح الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح تلقى تهديد بالقتل واتمنى الشهاده في سبيل الله. قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح لرئاسه الجمهوريه انه واثق من الفوز بالجوله الاولى دون الوصول الى جوله الاعاده، وذلك بعون الله ثم جهود المواطنين الشرفاء الذين سيدعمون مشروعه الوطني. وأكد أبو الفتوح خلال المؤتمر الجماهيري اللي عقد ظهر اليوم الجمعة بالحوامدية أنه يتعرض لتهديدات بالقتل، مضيفا أنه مستمر في مشروعه الوطني مهما كان الأمر، ويتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الوطن الذي يريد خدمته إلى أن يلقى الله. ده كلام أستاذ عبد الناصر، كلام مهم، لأن اتنشر في جريدة الوفد أمس، يعني كلام بيفيد هذا الكلام، وهو بيؤكد النهاردة في مؤتمره اللي كان موجود في الحوامدية. تعالي حضرتك على هذا الخبر بعد الاتصال من الزميل أحمد فوزي من ميدان التحرير. أهلا وسهلا أحمد. أيوة ملهم. هاي أحمد، إيه المشهد عندك؟ ملهم، بداية تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي الرحمة الكرام. تفضل. ملهم، اليوم يحاول ميدان التحرير استعادة دوره الغائب منذ شهور. اليوم يا استاذ ملهم قرنفالي يوم عائلي بين الأسرة المصرية. الميدان لا يخلو لقدم واحدة، وتختلف الهتافات من على المنصات باختلاف المرجعيات الفكرية والسياسية، ولكن يا استاذ ملهم الجميع اجتمع على هتاف واحد، هو ارحل يا عسكر، يسقط حكم العسكر وبصفة نهائية. ولكن استاذ ملهم الحالة العامة حتى الآن هادئة، ولا يوجد حتى الآن ما يعكر صف الجماعة الوطنية. كم منصة عندك يا أحمد؟ ملهم؟ كم منصة؟ كم عدد المنصات؟ بس ملهم المنصات تختلف كما قلت لحضرتك من شوية، المنصات موجودة وتعبر عن كل الأطراف السياسية الموجودة. نوجد منصة لحركة 6 أبريل،
توجد منصه لحركه حازمون وتبقى الشيخ حازم، توجد منصه لحزب النور، توجد منصه لاخوان المسلمين، تختلف كما قلت لحضرتك المنصات موجوده ولكل تيار سياسي توجد منصه وتوجد هتافات تعبر عنها. طيب شكرا جزيلا للزميل احمد فوزي، ونعاود الاتصال مره اخرى ان شاء الله. الدكتور عبد المنعم الفتوح، استاذ عبد الناصر. يعني الدكتور عبد المنعم الفتوح من ضمن الشخصيات المحترمه وصاحب الرصيد الكبير لدى المصريين، واعتقد ان فصاه في الوصول الى الكرسي الرئيس ستكون الاكبر باذن الله. فكره ان هو بيجي له تهديد بالقتل، طبيعي ان شخصيه زي الدكتور عبد المنعم عبد الفتوح لها من التاريخ ما يكفي لان تكون مؤهله لقياده مصر، ولديهم من القبول لدى الشعب ان يكون رئيسا، فطبيعي ان في جهات مش يعني غير راغبه في وجود ابو الفتوح رئيسا، لان ابو الفتوح معروف ان مرجعيته اسلاميه او خلفيته اسلاميه. هو كان احد القيادات في جماعه الاخوان المسلمين، وعندما رشح نفسه للرئاسه فصلته الجماعه، وبالتالي فهو يعني يعتبر من ضمن الشخصيات البالغه التاثير في سير العمليه الانتخابيه، وحملته عامله شغل كبير في كل المحافظات. هو حتى الراجل بيتحرك في كل مكان، وله تصريحاته محترمه، وعنده احلام وافكار طموحه جدا لقياده مصر خلال الفتره اللي جايه، فطبيعي ان يجي له تهديد بالقتل. يعني الحاجه الثانيه، عايزين نخش في فكره باقي المطالب اللي في التحرير. انا بس عايز اتدخل معاك انا يا استاذ ناصر في مساله طبيعي، هو طبيعي من باب ان ربما يكون المشروع الذي يتبناه الدكتور عبد المنعم ربما يكون له اعداء، لكن أن تدخل مصر هذه الدوامة هذا ليس أمرا طبيعيا، وهذا ليس من طبيعة المصريين، وبالتالي يجب أن يتم ربط لمجرد الاختلاف. يجب أن يتم ربط الأحداث ببعضها. يعني المسألة ليست مجرد اختلاف حوالين المشروع، ويعني إذا كان حتى من يهدده لمجرد الاختلاف فأعتقد هو يعني هو غير جاد، لكن أن تكون التهديدات لشخص الدكتور عبد المنعم ويعلن عنها فهذا معناه أن التهديدات متوالية، وأن التهديدات بدأت تأخذ منحنى تصاعدي، وأنا من هذا المنبر أدق ناقوس خطر. لا نريد أن نتحول إلى لبنان، وهناك قوة تريد أن تؤصل لنظرية المؤامرة داخل المجتمع المصري. حينما يتم إبعاد الشيخ حازم بطريقة قانونية، وحينما يتم إبعاد المهندس خيرت بطريقة قانونية، وحينما يأتي الدور على الدكتور عبد المنعم وبعده يأتي الدور على الدكتور العوة بطريقة أو بأخرى، ربما يعتقد البعض أن هناك مؤامرة، ولهم كل الحق على المرشحين الإسلاميين. وبالتالي أنا من هنا أطالب بأن تكون الحماية لهذه الرموز حماية على أعلى مستوى، أن تشكل عن طريقهم، عن طريق شركات خاصة، أن تشكل عن طريق أتباعهم بطريقة أو بأخرى. الداخلية مطلوب، يعني مطلوب عليها أو يعني أنا لا أريد أن أطالب بهذا حتى لا يقولوا أنكم تطالبون بشيء يعني سيكلف وزارة الداخلية وهي في وضع يعني ربما يكون بعض الشيء مهلهل، لكن أنا يعني يا ريت سيادة الوزير يكون سمعنا الآن. ممكن نطلب من وزارة الداخلية بصفة أن يعني إحنا مواطنين مصريين بنخاف على مصر، أن إحنا عندنا 13 شخصية مرشحة لمنصب الرئيس، وهي أعتقد شخصيات مهمة على الأقل في هذا التوقيت، وبالتالي يجب على وزارة الداخلية حماية هذه الشخصيات ولو بحراسات رمزية أو يعني فكرة تأمين عمليات تحركهم، سواء بقى في المؤتمرات الشعبية أو في زيارتهم المحافظات أو عمليات خروجهم من منازلهم ودخولهم إليها مرة أخرى. يعني والتأمين أعتقد أنه كان مفروض على بعض الوزراء في الحكومة، بعض الشخصيات وقيادات الشركات، فبالتالي 13 مرشح للرئاسة ليسوا أقل من رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات. طبعاً طبعاً طبعاً. وليسوا أقل من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات، وبينهم قامات على المستوى الفكري وعلى المستوى العلمي، يعني قامات هذا كبيرة. بالتأكيد. نسأل الله السلامة. حستأذنكم هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود مشاهدينا الكرام. دائماً